اهلا بحضراتكم من جديد، والان هنقدر ان احنا يعني نتابع حاله المرور بصوت وصوره. دايما بنحاول ان احنا يعني نطمن مع بعض قبل ما ننزل نشوف اشغالنا حال الطرق سواء في محافظه القاهره او محافظه الجيزه، وده هيكون من خلال زميلي محمد الايوبي المتواجد داخل الاداره العامه للمرور يقدر يطمننا على حاله المحاور والطرق باذن الله. صباح الفل محمد. صباح الخير يا جاد، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة صدى البلد. بالفعل احنا في الإدارة العامة للمرور عشان نعرف الحالة المرورية للطرق والمحاور الرئيسية في محافظات القاهرة الكبرى. هنعرف ازاي الطرق دي ماشية، ايه اللي زحمة ايه اللي مش زحمة، وايه الطرق اللي ممكن نسلكها خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين. خلينا نبدأ جولتنا المرورية من الإدارة العامة للمرور من أول كاميرا معانا، وهي من طريق السويس الإقليمي. معروف إن طريق السويس كان الفترة اللي فاتت مقفول عشان أعمال التوسعة وأعمال التطوير اللي بتحصل فيه، فكان بيضطر الناس أو المركبات تاخد طريق جنيفة عشان تقدر تروح لنفق الشهيد أحمد حمدي. لكن دلوقتي طريق السويس في الاتجاهين شغال بشكل كويس جدا بعد ما بعض أعمال التوسعة انتهت، وفي بعض أعمال التوسعة في مناطق أخرى من طريق السويس، لكن بشكل عام طريق السويس شغال بشكل جيد، فممكن المركبات تبدأ تاخده في الفترة الحالية. لو نزلنا هنا ده طبعا طريق اسكندرية الصحراوي. طريق اسكندرية الصحراوي ده المتجه للاسكندرية، هنلاقي انه فيه سيولة مرورية شغالة كويس جدا، والاتجاه الاخر اللي ماشي من اسكندرية الصحراوي لمناطق اكتوبر او اللي رايح المهندسين او محور 26 يوليو برضو فيه سيولة مرورية كويسة جدا في هذه الساعات. هنروح لطريق اخر ومنطقة اخرى، وده طبعا زي ما احنا شايفين ده محور بن زايد الشمالي اللي في العاصمة الإدارية الجديدة، برضو طبعا سيولة مرورية في هذا التوقيت. ده الحي الحكومي زي ما احنا شايفين، الطريق سواء اللي داخل او اللي خارج من العاصمة الإدارية في حالة سيولة مرورية كويسة جدا. هنروح لاتجاه اخر وكاميرا اخرى من ده طبعا اتجاه الرماية، ده على الطريق الدائري اللي متجه لميدان الرماية، في سيولة مرورية كويسة جدا. ايضا المتجه للسادس من اكتوبر وطريق الواحات سيولة مرورية كويسة جدا، واللي نازل لطريق اسكندرية الصحراوي اللي احنا كنا لسه شايفينه من شوية الطريق ماشي كويس جدا، والقادم من الرماية متجه لمناطق محور 26 يوليو او رايح للمهندسين من خلال الدائري هنلاقي انه برضه في سيوله مروريه، الطريق ماشي بشكل كويس رغم انه في بعض الاحجام المروريه المتوسطه. هننزل هنا ده طبعا اعلى قوس الغربي، ده الطريق المؤدي لمحور رود الفرج، هنلاقي انه في سيوله مروريه في الاتجاهين. من الاسفل هنا ده الطريق الدائري، الطريق الدائري ايضا المتجه والقادم على الطريق الدائري اللي رايح لمناطق المريوطيه والمتجه من المريوطيه لمناطق بعد كده الوراق، هنلاقي انه في سيوله مروريه كويسه جدا في هذا الطريق. هنروح لاتجاه اخر برضو لسه اعلى الطريق الدائري، دي منطقة الكنيسة. زي ما احنا شايفين هنا في بعض اعمال التوسعة اللي لسه شغالة على الطريق الدائري على الكنيسة، لكن في سيولة مرورية في الاتجاهين، مفيش اي مشاكل للرايح واللي جاي. وده لو شفنا تحت هنا ده منزل المريوطية، منزل المريوطية برضو في سيولة مرورية كويسة جدا سواء اللي رايح للسادس من اكتوبر او القادم من السادس من اكتوبر رايح لمناطق المعادي، مفيش اي مشاكل زي ما احنا شايفين. هنروح لاتجاه اخر وحاجة مهمة جدا برضو، هنا ده الطريق الدائري اعلى منطقة اثر النبي او المتجه للبحر الاعظم. المنطقة دي بتبقى دايما كان بيبقى فيها كثافات مرورية في هذه الساعات، لكن في سيولة مرورية في الاتجاه اللي رايح او القادم من البحر الاعظم ومتجه لمناطق التجمع الخامس زي ما احنا شايفين. هنروح للتجمع الخامس. التجمع الخامس ده طبعا النفق الان اي، وده الطريق الدائري او المكمل من الطريق الدائري، برضه في سيوله مروريه كويسه جدا سواء المتجه للتجمع او القادم من التجمع، مفيش اي مشاكل. وايضا دي منطقه من مناطق التجمع زي ما احنا شايفين، برضه في سيوله مروريه كويسه جدا داخل التجمع الخامس او الخارج من التجمع الخامس. وهنروح لهذه الكاميرا، ده اعلى المرج. المرج طبعا كانت بتشهد زمان كثافات مرورية زي ما احنا شايفين، بقى خلصت اعمال التوسعة اللي على الطريق الدائري، فبقى في سيولة مرورية كويسة جدا في هذه الساعات. ده كان حاجة نادرة لما بتحصل ليوم ممكن يوم الاجازات بقى في سيولة مرورية، لكن دلوقتي لا، السيولة المرورية شغالة بشكل مستمر سواء اللي راح لاتجاه المرج او القادم من المرج. وهنا ده طبعا
اعلى منطقه الخصوص. الطريق الدائري برضو سيوله مروريه كويسه جدا، مفيش اي مشاكل. واخيرا معانا اخر كاميرتين، ده شبرا بنها الحر، طريق شبرا بنها الحر برضو سيوله مروريه سواء المتجه لبنها والقادم من بنها. واخيرا معانا ده الطريق الدائري اللي متجه لمناطق القناطر الخيريه او القادم من القناطر الخيريه ومنطقه بسوس، لي بعد كده منطقه الوراق، في سيوله مروريه في الاتجاهين. اذا زي ما احنا شايفين انه في سيوله مروريه في كافه الاتجاهات والمحاور، مفيش اي مشاكل في الطرق اللي احنا غطيناها. وفي الاخير بنتمنى السلامه للجميع. أشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد الأيوبي المتواجد داخل الإدارة العامة للمرور. إذا